السلام عليكم. الموز والحليب والفواكه وعديد من الخضروات كالكابج والبروكلي والسبناخ والكوفي أيضا، كل هذه أطعمة صحية ينصح بها جميع الأطباء، لكن هذه الأطعمة عند تناولها مع بعض الأدوية قد تتحد وتسبب عدم فعالية أو عدم عمل هذه الأدوية، أو قد تسبب التسمم في بعض الحالات، فلازم نعرفها في فيديو اليوم. فخلينا نبدأ. أولاً الحليب، أهم عنصر موجود في الحليب هو الكالسيوم، وعند شرب الحليب مع الأنتيبيوتيك أو المضاد الحيوي، والأمثلة المذكورة هنا هي التتراسايكلين والدوكسيسايكلين والسيبروفلاكساسين. هذه المضادات الحيوية عند شربها مع الحليب تتحد مع الكالسيوم الموجود في الحليب، مما يؤدي إلى تكوين مادة معقدة يصعب امتصاصها عن طريق أمعائنا، وبالتالي فقدان هذه الأدوية إلى فعاليتها، وفي بعض الأحيان قد تسبب التسمم. وهنا يجب توقي الحذر وعدم شرب الحليب مع أدوية الأنتيبيوتيك في نفس الوقت أو في أوقات متقاربة. ثانيا الموز، يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم، والبوتاسيوم له أهمية كبيرة في أجسامنا وفوائد عديدة، ومن أهم هذه الفوائد هي خفض معدل ضغط الدم، بحيث أن خلايا أجسامنا تحتوي على الصوديوم والبوتاسيوم في نسب متفاوتة، بحيث أن إذا زادت نسبة الصوديوم تقل نسبة البوتاسيوم، أو إذا ازدادت نسبة البوتاسيوم تقل نسبة الصوديوم، وأن العامل الأساسي الذي يساعد أجسامنا على انخفاض معدل ضغط الدم هو تقليل نسبة الصوديوم الموجودة في الجسم، وهنا عند تناول أدوية الخافضة لضغط الدم. والمثال عن هذه الأدوية هي أدوية الأنجيوتنسين كوفرينج إنزيم إنهيبيتورز كاللايسينوبيل أو الكابتوبريل، والمعروفة عالمياً بالكابوتين. وتناول هذه الأدوية مع الموز في نفس الوقت أو في أوقات متقاربة يؤدي إلى ارتفاع كبير في نسبة البوتاسيوم في الجسم، وهذا هو مرض يدعى بالهايبركاليميا. ومن أهم آثار هذا المرض على أجسامنا هو الصداع الشديد والتعب الشديد وعدم انتظامية في دقات القلب. ثالثاً القهوة أو الشاي، لكن الجدير بالذكر هنا هو القهوة، لأن القهوة تحتوي على نسبة أعلى بكثير من مادة الكافيين مما عليها في الشاي. تناول أو شرب القهوة مع الأدوية التي تحتوي على مادة الحديد، هذه الأدوية التي غالباً ما يأخذها المرضى الذين يعانون من مرض فقر الدم الأنيميا، تناول هذه الأدوية مع الكوفي في نفس الوقت أو في أوقات متقاربة يساهم في عدم الامتصاص الكامل لمادة الحديد من هذه الأدوية، وبالتالي تقليل فعالية هذه الأدوية. وهنا ينصح عدم شرب القهوة على ما لا يقل عن ساعة قبل وبعد تناول أدوية فقر الدم. وأخيرا أحب أن أضيف أن شرب القهوة أو الكوفي له تأثير على فعالية الأدوية المسكنة للآلام، وله فعالية على أدوية الجهاز التنفسي، أدوية الربو أيضا، راح أتكلم عنها بالتفصيل في الفيديو القادم يوم الجمعة القادم بإذن الله. إلى لقاء آخر وفي أمان الله.